السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نجرب شيء مع بعض. في الكثير سألني وفي بعض الأصدقاء سألوني عن هذا المنتج اللي هو هذه الأصائص القماشية اللي هي السمارت بوت. هل هي فعلا أحسن من الأصائص البلاستيك أو الأصائص الفخار أو غيرها؟ هل هي فعلا تعطيني أي فائدة إضافية بعكس الأصائص أنواع الأصائص الثانية؟ فعندي هذه التجربة راح أجربها معاكم. عندي نبتة الفلفل هذه نبتة زايدة عندي، هذه مشكلة عندي كل سنة أزرع أزيد من حاجتي وبعدين شوية أتورط يعني، ولكن ما يمنع أن نستخدمها لهذه التجربة. فعندي هذه الأصيص القماشي أو السمارت بوت، أعتقد السعة اللي فيه 7 جالن أو ما يقارب جريب 20 لتر إذا أنا مغلطان. فاللي راح أسويه إني راح أنقل هذه الفلفلة في هذه الأصيص باستخدام خلطة التربة العادية، وراح نرجع نشوف النبتة. فالحين أنا نقلت النبتة إلى هذه الأصيص السمارت بوت أو الأصيص القماشي. من الأشياء اللي على طول لاحظتها إن الأصيص ما في مسامات في أسفل الأصيص لتصريف الماء بالطريقة التقليدية، ولكن الفكرة إن القماش راح يمتص الرطوبة وراح شوي شوي الرطوبة تطلع من عن طريق القماش. هذه فيها إيجابية واحدة لاحظتها، إن لما أبتدي أملأ الأصيص وتكون في فتحات بالشكل التقليدي أخسر بعض التربة إنها تطلع من الفتحات اللي عندي، بالذات اللي تكون في الأطراف في الأصائص السوداء البلاستيك، لأن الفكرة منها إن هذه تستخدم في المشاتل على أساس إن يشربون الأصائص الماء من الطرف فيغرقونها بالماء وتشرب الماء من الأسفل إلى الأعلى بعكس الري من الأعلى. فهذه ما فيها فتحات في الأسفل فتوفر لي بعض خسارة التربة. شيء الثاني إن هي خفيفة، طبعا خفيفة أخف من حتى من البلاستيك. الشيء الثالث اللي لاحظته إن لو انتهى الموسم وخلصت من الزراعة ممكن أفرغ التربة في حوض أو في شيء أحفظها في مكان، وهذه الأصائص ممكن أطويها وتأخذ مساحة أقل بعكس الأصائص البلاستيك لازم تحافظ على شكلها على أساس نحافظ عليها. الشيء الرابع اللي هو المقابض هذه اللي على الجنب تساعد أيضا في النقل وجدا خفيف، ما عندي إلا وزن التربة والماء وطبعا وزن النبتة، فنقلها يكون جدا سهل وأسهل لي، لأن أكثر الأصائص حتى اللي بهذه الحجم أو أصغر ما نحصل فيها المقابض هذه. فهذه إيجابيات على طول نلاحظها، ولكن السر أو المقياس الأساسي لفعالية هذه الأصائص نمو النبتة ونمو الجذور، وهذه اللي راح نتابع إن شاء الله خلال الموسم. فراح أنقل هذه النبتة في مكان مشمس على أساس تحصل الشمس والطاقة اللي تحتاجها على أساس تنمو بشكل صحي، وراح إن شاء الله نتابع نموها، وآخر الموسم راح نشوف جذورها كيف نمت في هذه الأصيص. فأتمنى تتابعون هذه التجربة معاي، واللي في عنده أي سؤال بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.